أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في النشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. عناوين النشرة: الأهلي والزمالك جاهزين لاستئناف الدوري، الصعايدة فرحانين بانتصار أسوان، طاهر أبو زيد يختار منصب الجوكر في البرلمان، تكليف وجيه أحمد برئاسة لجنة الحكام، استقبال ياباني حافل لنجوم السامبا، باسم خارج قائمة الزمالك في لقاء الحدود، مورينيو يشعر بالخيانة. الأهلي والزمالك جاهزين لاستئناف الدوري الخميس المقبل. يختتم فريق الأهلي والزمالك تدريباتهم الأربعاء استعدادا لاستئناف منافساتهم بالدوري العام لكرة القدم، ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود الخميس الساعة 3 مساء بالأسكندرية، بينما يلعب الأهلي مع سموحة الساعة 8 مساء. وهذا هو الظهور الأول للأهلي والزمالك بعد فترة توقف طويلة شهدت مشاركة المنتخب الأولمبي في التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد. طاهر أبو زيد يختار منصب الجوكر في البرلمان. علمت أخبار الرياضة أن الكابتن طاهر أبو زيد عضو مجلس الشعب لم يرشح نفسه للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ولم يطلب أن يكون عضواً بأحد اللجان البرلمانية لقناعته بقدرته على المشاركة بنفس الفعالية بكل اللجان، وأنه نائب عن الشعب في كل المجالات وليس في مجال الشباب والرياضة فقط. باسم مرسي يتخلف عن رحلة الزمالك الإسكندرية وميكي أثاثي. تأكد غياب باسم مرسي مهاجم الزمالك عن قائمة فريقه التي ستسافر إلى الإسكندرية غدا الأربعاء استعدادا لملاقاة حرس الحدود يوم الخميس في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في استاد المكسب. مرسي عاد مؤخرا من الإصابة، لذلك فضل الجهاز الفني خضوع البرنامج تأهيل مكثف قبل العودة للمباريات ليكون جاهزا للظهور بمستواه المعهود. واستقال الجهاز الفني للزمالك على الدفع بأحمد حسن مكي في التشكيلة الأساسية للأبيض أمام حرس الحدود، بينما سيتواجد محمد سالم على دكة البدلاء تحسبا لمشاركته خلال أحداث المباراة. إشارته بهدفين مورينو أشعر بالخيانة. اتهم جوزيه مورينو المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي عناصر فريقه بالخيانه، وكان تشيلسي قد تلقى خساره جديده في الدوري الانجليزي على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف. وقال مورينو لوسائل الاعلام انه يشعر بالخيانه بعد المردود الذي قدمته العناصر في مباراه يوم الاثنين، واضاف: اشعر ان عملي يتم خيانته، لقد استقبلنا هدفين امام ليستر سيتي وهذا امر غير مقبول. هذا واحتل تشيلسي المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 20 نقطة عن ليستر المتصدر. استقبال ياباني حافل نجوم البارسا استعدادا لمواجهة كوانجو. امتلأ مطار ناريتا الياباني بأعداد كبيرة من عشاق فريق برشلونة للترحيب به عند وصوله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وخاض بطل أوروبا أولى تدريبات على ملعب ميتو سوازو بمدينة يوكوهاما استعدادا لمباراته أمام كونزو الصيني في الدور قبل النهائي للبطولة والتي ستقام يوم الخميس. وسيحاول البارسا التعويض عن خسارات لقب البطولة في عام 2006 عندما هزمه فريق انترناشونال البرازيلي، بينما توج برشلونة بهذا اللقب مرتين بعد ذلك وتحديدا في 2009 و2011،
وتشهد النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الحالي مشاركة 7 أندية، وهم برشلونة الأسباني، كوانزو الصيني، كولاندا سيتي نيوزيلندي، مازيبي الكونغولي، كلوب أمريكا المكسيكي، وريفال بيت الأرجنتيني، وسان فريس هيروشيما الياباني، وغياب الأندية العربية عن البطولة لأول مرة. كانت هذه نهاية النشرة، سعدت بلقاكم وإلى اللقاء في نشرة رياضية جديدة ببوابة أخبار اليوم. كان معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.